يو 7 باي ارخص واضمن موقع لبيع كوينز فيفا 20، سريع بالتسليم وامن ومضمون من الباند والتصفير، وطبعا لا تنسى تستخدم كود الخصم الموجود بالديسكربشن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا أستاذ جيمر، معكم اليوم بمقطع جديد من سلسلة تحديات الفوت درافت. اليوم عندنا فكرة مختلفة صراحة، بتقدر تقول بداية اسف على القطع، ممكن انه الدعم شوي نزل فعم حاول اني اقطع بحيث انه الفيديوهات تاخذ مشاهدات كفاية، لكن ان شاء الله رح ارجع انزل لكم. بس يا جماعه لايكات واشتراكات يعني ضبطوا الدنيا شوي، خليني اعرف نزل مقاطع مثل الناس، لانه فعلا ما بيكون في حماس. بالمناسبه عم بعمل بسوس مباشره يوميه على نونو لايف، بتلاقوا الرابط بالديسكربشن اذا بتحبوا تتابعوني، والمره اضغط لايك. ها وصلوا المقطع 20000 لايك. اليوم تحدينا هو درافت باختيارات الشنب، هو اللي رح يختار اللاعبين، يعني بالمختصر هو اللي رح يختار، ممكن انه يساعدني ممكن انه ينكبني، فالله يستر. يعني ان شاء الله ان المقطع يعجبكم وتفرجوا على المقطع، ان شاء الله تستمتعوا مشاهده ممتعه. اخبار دي عمرك؟ والله تمام احلاي، كيف الامور؟ ان شاء الله تمام. دلع سيدي، جايب برشلونه واموري تمام. الله اصلي خلص يعني شو ما بتختار انت انا ما راح ازعل. تمام، فاليوم عندنا تحدي درافت باختيارات الشنب، هو اللي راح يختار لنا العناصر، فالله يستر يعني هيك يختار لنا العناصر، هو حر يختار اللي بده اياه. تمام، فان شاء الله انه نستمتع. بالمناسبه لا تنسوا اللايك واشتركوا بالقناه بالمره اذا ما اشتركتوا. طالع معك شو اول تشكيله بقى؟ 4 3 3 اختار. خذ التشكيله اللي بتحبها، يلا التشكيله راح ادلعك عشان سيئين كلها بتعرف تلعب فيهم. ما إني خطتين اللي بعرف العب فيهم ولا واحدة طلعت. طيب يلا بناخذ 4 3 3 بسم الله. أنا حرفيا ولا خطة بعرف العب فيها من كل الطلع، ولا بقدر أفوز جيم والله. خد ثوفن يلا عشان فرنسي وبمسك وأموره تمام. أنا ما بتعرف إني مالي دريان أصلا إنه في هيك بطاقة باللعبة، أو هذا اللاعب نزل له هيك بطاقة، بس أوكي أوكي بداية جيدة بسم الله. شو بتحكي الشنب عاطل؟ لا لا اصلي اصلي. شوف انا في البدايه راح ادلعك تمام عشان ما توقع في الكيمستري. طيب بس بعدين هيك في كم من كرت راح اذاقك فيهم، خذ باجو يلا. اوكي شكرا. 5 مهارات صح؟ اوكي. تعرف اول مره بشوف البرايم او المومنت هذا بالدرافت؟ جد؟ والله اوه طلع لي كثير. يلا دلع دلع سيدي. لازم احكي لك مين تختار؟ خلي اللي بدك اياه. ريناتو سانشيز. يلا. يلا. اللي بعده مودريتش عم يحمي. اللي بعده مودريتش، مودريتش مين؟ لا ما في. خذ الارجنتيني موراليس. اوكي. العالم الناس. مش عارف. لا جريزمان لا تاخذه، خذ بالرحمه. اوكي شوف اي واحد مانشستراوي انت بتختاره انا ما راح ازعل. تمام، حتى لو ان كان ماجواير هلا طلع لي برشلونه ما راح اختار لك مانشستراوي. اللي بدك اياه مو فارق. يلا لينجلت. اوكي لا لا عادي اصلا لينجلت احسن من فارق. اللي بعده اللي بعده يا طويل العمر والله بكون ما بست حلو. كأنه كان بيلعب بيونايتد. ما كأنه بيلعب بيونايتد كأنه لا أنا مجرد تسكير يعني مو أكثر. نايس والله والله ما هذول الاثنين باجيو وهذا أول مرة بيطلعوا لي بالدرافت. أنا كثير بيطلع لي والله اثنين كثير طلعوا لي. طيب أوكي أنا ما راح أزعل والله أبدا إذا بتختار لعيبة يونايتد. لا خذ سوسا. اوكي سوسا عشان ايه ارجنتيني ارجنتيني الثاني وامورك تمام هيك منيح منيح. شوف الازرق شوف الازرق شوف الازرق. بدك اعمل مربع شيء ولا لاعب هيك تختبر او شيء؟ لا لا خذ ماريانو يلا. اوكي ماريانو ابن عالم وناس. طيب شوف جوردي البا جاي. ها شوف البا اكيد هسه بيجيك ركاب، اذا جاك خذه ما جاش شفت. يلا فر هرنانديز كويس. اوكي باقي الحارس، هات لنشوف باقي الحارس. بسم الله اعطيك حتى بالكيمستري عشان الكيمستري تبعك يزبط. لوريس. لوريس ممتاز مع الاثنين شغال. طيب كم الكيمستري عندك لانه طيب. صورتي مغطيه. الكيمستري هلا 88 والتقييم 90 تمام، او الريتنج 90 88 تقييم 90. اوكي اللي بعده اللي بعده بدها تفكير. احكي لك مين خذ اللي بدك اياه خلص اي شيء. يلا 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 هاتوا. اوه
اوكي قدر الكلمة وظبط الكيمستري تاعك. اصلي كله ارجنتين خط النص صار منيح. صرت 100 ولا لسه؟ يعني 100 الا شوي تقريبا صار. ما تضحكش علي يا انا موصلك 100 راح اصير اختار لك بكيفي، انا هسه بدلع فيك. طيب يلا اختار اختار، هات بعدين بنشوف. طيب هاي اخر تدليع، اخذ جورج بستير. اوكي هاي شوفه لحالك كيمستري ها. اوكي ما جورج بس حيصير 100 لا اوريدي هي اصلا اتوقع. طيب هيك منيح، هيك صار 99 لسه يعني باقي له حب. منيح يعني مع مدرب بزبط خلص. طيب كفيك تمام. دلع تمام خلص اللي بدك اياه اختاره. اختار اللي بدك اياه. المشكله بتعرف لابس برشلونه ما تاخذ ميسي يعني عيب والله عيب عيب حق الطقم اللي لابسه خلاص خذ ميسي. يلا لعيبه برشلونه تعالوا تعالوا. يعني بسم الله مش لايق اقول لك خذ فرناندينو مثلا. اوه اسطورتكم السابقه هذا. لا خذ كوم بس لانه بيطلع لك كثير في الباكيجات. والله ما بعرف. طيب اوكي اوكي اللي بعده. بعده يا طويل العمر خذ بيبي كويس بالعالم وناس. يلا باقي 5 أو 6 لعيبه. والله الصراحه مزبطني هو يعني انا بعترف مزبطني بزياده كمان. يلا عشانك اعترفت خد فيليبس. اوه اوكي, أوكي. اختار اي واحد ما بتفرق. خد جوفيكو. اوكي خلاص دي مرة غدار خلاص. لو انه هذا سي ام او كام كنا نزلنا جوفينكو هجوم بس اوكي يلا يمكن اصلا جوفينكو يكون احسن منه تقيل بعرف باجي بالملعب. واو باجي خرافي اسطورتكم هذا. يلا خد ألبا عشان انه برشلوني بس وانا لابس برشلونة وطقعت لأسطورتنا. تخيل لو وين انا بلعب. والله ما لك مقصر بس يعني اذا بتختار لعيبة يونايتد عادي خلاص حسب الطقم. حظك جيت لابس برشلونة. مندز ياغو مندز تعال. طيب باقي حارس ما بتفرق بالحارس بس هذا اللاعب يمكن يفيد. استغفر الله العظيم. خد الأسطورة أدامة تراوري فكك من رمس. صرش اختار لابس برشلونة ما بطيق. استغفر الله العظيم. يلا أوكي باقي حارس. يلا الحارس أندي لوريس ما تفرق. لينو أول مرة بشوف الأزرق بالدرافت أصلا. شوف فابيانسكي كيف بضحك لك هيك بعطيك ضحكة جميلة يعني اختاروا. والله ما بيلعب والله ما بيشم الأساسي يعني صراحة. والله التشكيلة ممتازة يعني أفضل من هيك يعني يمكن لو أنا كنت عم بعمل حالي كنت اخترت نفس اللعيبة مو أكثر من هيك. ف يعني يعني كانت جدا حلوة صراحة. فشكرا كثير على الاختيارات ما قصرت ويعني صراحة زبطنا بزيادة بزيادة جدا جدا. فخلينا نختار مدرب. بدك تختار المدرب اختاره كمان مو فارقة مدامه 100 على الفاضي اختاره أنت بس هي مشكلة الخطة نفسها. الخطة بصراحة أنا هاي مستحيل أفوز فيها. شكرا كثير على الاختيارات. خلونا نروح على المباراة خلاص هيك يعني فيت ووفيت صراحة. احكوني بفوز ولا بخسر أو بشوف على المقطع. التشكيلة هيك بالصورة النهائية أرجنتينيين بالهبل. نزلت ميسي مكان توفان. توفان طاقاته حلوة صراحة ممكن إنه ينزل ببداية المباراة نزله ما بعرف. وجوفينكو كمان طاقاته حلوة يعني كتير بيعجبني جوفينكو كمان فيليبس يعني هدول الثلاثة أبرز ثلاثة ممكن إنه ينزلوا. فإن شاء الله نفوز مع إنه الخطة مو كتير بحب ألعب فيها أو بفضل إني ألعب فيها بس بنقول يعني إن شاء الله إنه نعمل شيء بالنهاية. ماريانو إن شاء الله إنه يبدع ماني متوقع منه شيء ما راح أتوقع منه شيء لكن راح نشوف. فيلا خلينا ننطلق. اوه نايس والله شفشنكو مومنت كريسبو مومنت رونالدينيو مومنت نيمار حلو التشكيلة الصراحة. الدفاع عنده عادي يعتبر بس هجومه وخط وسطه جدا حلوين. طيب نزلنا فيليبس وجوفينكو بدي نزله كنت مكان باجيو بس والله باجيو مومنت عبالي جربه. وعندك كمان بالمرة اللي هو توفان كمان طاقاته حلوة لكن رح نضل هيك. الشوط الثاني بنشوف شو ممكن انه نبدل. باجيو يا الله يا العرضه من اول الجيم لسه من اول الجيم. باجيو يا عيني يا باجي يا اخي خرافي. اول هجمه بالعرضه ثاني هجمه جول. شوف 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 الكيك اوف
يا عيني الكيك اوف يا عيني. واو 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 لا بلا كيك اوف. ارجوكم. اوه اللعب خفيف كثير. حلوه سلام. واحد اثنين سلام. يا عيني يا باجيو اوفسايد اصلا. ما توقعته يضيعه والله حتى لو ان كانت اوفسايد يعني. يا ساتر جيبوا الانجلي يا حرام. حلوه والله حلوه. جوفينكو حابب اني اجربه مكان باجيو بس والله يعني كمان باجيو ما لي مجربه من قبل يعني فمشان هيك مخليه. ممكن اني نزل جوفينكو بالنص وخلص. ممكن مكان ريكيلمي تمام بما انه ريكيلمي اصلا دفاعيا تعبان يعني الاثنين لعيبه هجوميين وجوفينكو بالمره اسرع يعني. فخلص التبديلات هيك ان شاء الله نقدر نفوز ويلا على الشوط الثاني. موراليز حط يا توفن الله لانه والله فرصة حلوة حرام تضيع من الاول. والله حركة بايخة مني بس منيح. اي حكم روح يا جوفينكو. الله وانسحب الخصم. جي جي مباراة حلوة وقدرنا نفوز بالتحدي. والله جوفينكو يا اخي عمل اللي عليه وزيادة مع انه مسجل هدف بس اخذ تقييم اعلى من الكل. ليش؟ اوكي 192 مارادونا 99 جوفينكو اسيان فرناندينيو. والله تشكيلة نار صراحة ودفاعه جدا قوي كمان. هيرو برايم مومنت. لك العب حط يا ليو. ايوه الله لك لا سوزو جول. سوزا هذا والله ما حرام يضل بالملعب والله العظيم حرام. انا طلعت موراليز وخليت سوزا ليش؟ لان التمرير عنده 99 في شيء اعلى من هيك وراح مضيع لي التمريره مثل المتخلف. حطي توفان. يا الله حلو توفان الارتو والله ما بترحم. اوكي احصائيات الشوط الاول ممتازه صراحه. قدرنا انه نسجل 3 اهداف منيح باخر الشوط. اجا جول ساعد كثير. فخلينا نبدا الشوط الثاني. حطي جوفينكو. اوه يا بلاك. شوف انا ما برفع ركنيات بس راح ارفع. يلا لعيونكم. يلا فردنان. والله كانت اول ركنيه يمكن من 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 4 شهور. يا الله يا أبلاك. نفسها يا فردناند. بتعيدها يا فردناند. بتقدر يا فردناند. تقدر تعيدها. حط يا فردناند. يا الله. توفان باليمين. يا الله. شكرا يا توفان. شكرا 5-1. والخصم بيودع كمان. والله تحدي ممتع. والله كان تحدي جدا ممتع. 10 لتوفان هاتريك. ميسي سجل. جوفينكو صنع هدفين بس صنع. باجيو صنع. فيليبس ما شارك بالصناعة لأنه عاطي تعليمات دفاعية بس والله دفاعية ما قصر معي صراحة يعني كان جدا خطير. فـ 14 هجمة 11 على المرمى. واو. فعلموا هيك بنقدر نقول وصلنا للنهاية. فلا تنسوا اللايك واشتركوا بالقناة. صراحة كان درافت جدا ممتع. اللعب مدري ليش صاير خفيف بالفترة الأخيرة ما بعرف يعني لآخر اللعبة اللي فكرتوا أنه تعملوا اللعب خفيف
ما عندي فكره ليش، فضغط لايك بالنهايه وصلوا على المقطع 20000 لايك اذا حبيتوا هاي الفكره وحابين انه نعملها مع يوتيوبر تاني، واكتبوا لي مين اليوتيوبرز او مين اليوتيوبر اللي حابين نعملها نعمل فكره يعني معه بالمره الجايه. فشكرا لكم على المتابعه، فبس هذا اللي كان عندي اليوم، في امان الله.